واش الدراري المهم دابا حنا داربي كارديو وحنا دابا في طريق ديال كازا انفون كيصايبو فيها هانتوما تشوفو واش ندور هنا باش نضرب في الوقت. المهم الدراري ضربو كارديو كي كتشوفو هاي السبيكارة دابا وقفت غير باش نصور ما مشي عيط ما شي حاجة. في الكارديو الدراري قبل من الكارديو كنت ناخد الحامل مع القرفة كنت نتبع بالفيوان مع القهوة والقرفة كندير الحامل الحامض هاد القضيه هادي كان كيديرها الميتزاك وبطبيعه الحال انا كنا نخش لعبت مع الميتزاك حيت هو قديم في الطوميل ودابا دري داربي كارديو من الطوموبيل شتي دابا اللي كتشوفو ضروري دري كارديو واخا حنا في بقيس دوماس ماشي انا كنخاف من الفاط وي باش يتجمع مي دابا غنضرب هاد الطوالات وبقاو معانا يلا دري باش نكملو لكم الفلوق فلوق بادي دابا باش غدا ان شاء الله نصور لكم داكشي ديال السيونس مع الاطفال. المهم الدراري في الفطور عندنا 30 غرام ديال اللوز 5 ديال التمرات البيض والشوفان تقريبا شي 50 غرام ديال الشوفان و 200 لا 150 غرام من الرز مع شويه ديال القرفة. هذا هو الفطور اللي عندنا دابا. واش الدراري المهم الدقيقه كي البرد فطرنا ودابا ان شاء الله غنمشيو فين غنمشيو لونطريمون عندي لا خدمه اليوم ولا حتى شي حاجه يعني غتبقاو معايا النهار كامل غنوريكم ملي كنتريني في الصباح لي روبا اللي كندخل اليوم عندي روشارج يعني كاع الكارت اللي كتشوفو زايد ما ديروش بحالي باش ما تجمعوش الفاض انا عندي اليوم روشارج حيت البارح ما المهم حابس الماكلة تقريبا مع ديك تقريبا 8 ديال 8 ديال الليل بقيت كنشرب الماء يعني اليوم عندي روشارج. يلا الدراري بقاو معانا وغنمشيو دابا كنديو شي مسائي خاصنا نتقداو شي لعيبات التليفون غيطفى بغيت نحطو يتشارجا يعني تنجي ونبدي في الموضوع. بخصوص التدريب الدراري انني صراحة فرحان وبيان موتيفي بزاف ان واحد الدري اللي كان في الماديات ما بحالوش اصلا باش يخلص البروغرام انا درت معاه واحد التخفيض ديال 50% ويعني غير باش تخلص الكوتش باش يعطينا بروغرام وصافي يعني انا ما نديش معاه حتى شي درهم واحد ما نديشوش معاه الكوتش اللي معايا واللي دا معاه وما دا معاه شي حاجه اللي قليله بزاف ما كنقدرش نقول بري باش الدراري الاخرين ما يتقلقوش اللي مخدامين معانا هذا الدري ما بحالوش واخا علاش انا فرحان تخيلوا معايا في 3 ديال السيمان طلع واحد النيفو انا غنوري لكم هاي التصويره طالعه هنايا شو النيفو اللي طلع اقسم بالله في 3 ديال السيمانات والبروغرام صراحة هو البروغرام رخيص يعني أكثرية معتمدة على بياض البيض وصدر الدجاج اللي دي سورس اللي رخاص صراحة فرحت بزاف أنه طلع هاد النيفو الدراري عاني الفلوس يعني خارجين برا وما طلعوش بحال هاد النيفو حتى جينيتيك تاهي والصبر ديالو أنه ما كيغش قال لي راه داكشي بالغرام كيدخلو تبارك الله عليه زائد اللي بغى تدريب ولا شي حاجة راه النمرة طالعة تما ومرحبا بكم كاملين والله يا خوتي تنتعاون معكم كامل غير واخا تشوفوا الشمس راه كاين البرد انا اصلا في ديك الجسم ديالي ماشي كيتحمش البرد يعني كانت شي حاجه اللي بحال دابا النهار بارد ولا كشي في الشوق ضروري خصني نضرب شي طاليه تحس براسي سخون all I know.
المهم الدراري دابا سالينا لونطريمون كاين شتو لا صار ولا فيها الطوا وباقا اصلا ما كبرات في يبقى ما تصايباتش مزيان يلاه لصقوا اللعيبه الدولة على قبل الطو كانت مظلمة ودابا غنمشيو نضربو شي واحد الكزار كاين واحد اخر ولا ريت عند واحد اخر هداك كان يعني
شنو نقول لك، عنده اللحم ما مزياش من كان كيضرني، ما كنتش كنعرف انا شنو السبب. المهم دابا نمشيو عند واحد اخر واخا بعيد شويه وغنوري لكم نبقاو معاه. المهم الدراري دابا عندنا الوجبه، عندنا هنا 200 غرام ديال الكفته و مع 200 غرام ديال البات. المهم الدراري كي شو قبل ما نمشي لونطريمون يعني نشرب القهوه مع الوالد، و شحال من واحد قال لي كتبين بوك بزاف وما قلتش باش، هادي حاجه طبيعيه. هي إيه فلوك تقريبا كيبين بوك كيبينش. الوالد ما كيبغيش بعدا، هادي حاجه طبيعيه. والوالده حتى هي ما كتبغيش، يعني هي يعني شانوك في حتى ردو ديال كتبغي تبان، بعض المرات كتبغي تبان، ولكن الوالد لا، الا مشيت تصورتها غيفرق عليا بالرجوع. يعني ما خصني نصور. او دابا الدراري ندخل ندوش، اليوم راه ما عندي حتى حاجه، عرفتي شنو، غنبقى خدامه مع الدراري بروغرام نكمل لهم شي لعبات ديالهم، ما خدام ما راه تمشي لونطريمون الصباح ضروري في العشيه خصني نخرج لشي لعبه. المهم لي روبا راه نقادو كاملين، باقي دابا ممكن لي كالوري شارج كالوري مزيان. و بالنسبة تقولوا لي علاش ما يعني ما وليتيناش النيفو، انا دابا الدراري في لاماس يعني باقي كنكبر، مي من الفيديو غتشوفوا ان الحجم العضلي ديالي كيكبر مزيان، ومي يكون ريجيم كنبقى عريان. انا الشيء ديما كنصور فيديوهات عريان في لونطريمون، ولكن دابا بريز دو ماس اي اتليت ولا اي واحد كيتريني في بريز دو ماس كيبغي يتخبى باش يكبر الحجم مزيان عاوتاني نصمم شي نيفو زوين. كومبيتيسيون بقى باقي لها الوقت، مي يعني حنا ما غن يعني ما غنطلعوش بالدوايات وداك الشيء، غنحاول نطلعو ناتشورال. يعني خصنا من دابا نكبروا الحجم حتى شهر 12 ان شاء الله، نبداو بريجيم دومي ريجيم، يبقى داك الشهرين نديرو ريجيم قاص. حيلا الدراري بقاو معانا. المهم الدراري دابا غنصيبو الشيكر، غنصيبو في تقريبا شحطاني 5 درهم كاوكاو، وعطاني وخديت لافوكا، وغندير الشوفان وغنزيد الحليب. المهم غيطلع الشيكر بواعر. المهم الدراري هو كوكو غنديرو دابا الشيكر. المهم الدراري هو كوكو، غنزيد دابا لافوكا والشوفان. او لافوكا 80 غرام ديال الشوفان. ها هو الدراري الشيكر، وحق قرب جا مفرقع جا زوين بنين. والدراري حتى التكلفة ديالو والله ما غالية على الدراري اللي ما عندهمش يعني فلوس كتيرة في النهار. يلا الدراري بقاو معانا. بالنسبة للدراري اللي عندهم بروتين يكون إما فاني إما بنان، إلا درت شي شوكولات غيخيب القلوب. يلا الدراري غنفرقعو لي كالوري اللي هما بعد عرفتي هادشي غيخاطر عندو جوج مرات كنديرو في الوجبة التالتة والوجبة السادسة. المهم الدراري بغينا واحد الموضوع اللي خارج شوية على لونطريمون، اللي كيتعلق بالحياة الشخصية، اللي نتوما شي وحدين موهموكم أن الاحتفال يكون بالشراب يكون بلي بواط يكون بشحال من حاجه. وشحال من واحد سولني قال لي يا علاش ما كتمشيش لي بواط وكشي. دراري غادي نوصل لكم واحد اللعيبه، عمي واحسن دي جي كيف عين ديال، واشهر واحد واقدم واحد يعني معروف معروف، فهمتوني معروف، وكان شاد هافانا وكان شاد شحال من دوك لي بواط اللي كاين في عين ديال. وبامكاني يعني نمشي اي حاجه اي حاجه غاتوي، ما خلصت شي درهم اصلا عشراني تما كيمشيو ديما. انا ما كنمشيش، علاش انا ما كنمشيش؟ هذاك بقيت اللي غنمشي انا نبقى سهران، اولا بعدا كنعصي الله سبحانه وتعالى، ديروا هادي في بالكم نتوما عارفين اللي انا كيدير. زائد حاجه اخرى انني كنفكر انا من ولو نهار واحد ما ندخلش، يعني انا اصلا داك الداخل كنت كندخل صغير مي كنت في المدينه، مي دابا صافي يعني داكشي مات. يعني ملي كنا صغار ما كناش عارفين كنا كندخلو، مي دابا نموت وما نمشيش لك شي بواط ولا ننجح في شي كونكور ولا ناخد ديبلوم ونمشي نحتفل. لا نحتفل انا مع والدي انايا الدراري خير ليا وبزاف. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، يعني بنادم الا شتو كيدير شي حاجه ما تتبعوش، وانا نهار واحد في حياتي نمشي نحتفل بيه. هذا هادشي الدراري موفيز افير، والله يهدي داك الفلوجر اللي كيديروا هاد المساوس هادو. كيدو ذنوب كيدو معصيه كبيره، علاش؟ حيت انت مشيتي ميزون بي ولا مشيتي شي بواط كيما كان، راه والله حتى كتشرب صافي بلا ما نبقاش بلا ما نبقاو داويين بزاف. باش ما نجيش يقول لك هذا كلاش ولا شي حاجه، هذا غير توضيح يعني فلوغر اخر الا فسد لكم العقليه ديالكم فسد لكم شي حاجه اللي خايبه غنجي انا نصححها. يلا الدراري بقاو معنا. عندنا الدراري هنايا باريزيان ديال الزرع،
100% بان كومبلي. انا نوريكم الوجبه اللي غندير دابا والليمون، يلا بقاو معايا. غنديروا بطاطا حلوه والطون وكيري والروز بسماتي، غنديرهم في هاد البارزيانه انا نحيد منها واحد شويه صافي، وغندير معاهم الليمون. كي كتشوفوا الدراري عندنا 80 غرام ديال البطاطا حلوه مع كيري هنايا، الطون الروز تقريبا شي 140 غرام حتى 150، والطون كومبلي وكاس ديال الليمون. المهم الدراري، علاش درت قبيله ديك الوجبه ديال الخبز بان كومبلي وبطاطا حلوه والروز؟ بغيت نطلع شويه لي كالوري، وحتى داك الالياف اللي كاينين في داك الخبز ديال الزرع زوينه بزاف. ودابا لقيتوني في الوجبه الاخرى اللي قبل ما الناس كنديرها، انا نوريكم شنو كندير. هنايا عندنا جوج بيرلي، وعندنا لافوكا، غنزيدو كاوكاو والشوفان والحليب. المهم الدراري هو الشيكر، والله العظيم تا احسن شيكر كان دابا، خاص ما كنزيد فيه بير داك اللي كله كيولي خطير. يلا الدراري بقاو معايا. صافي هذا هو الاخر ديال النهار، ما بين وجبه اللي قبل من الاخر والاخر خرج شويه الدراري. المهم خرجت مع الدراري شويه، ما صورتش ليكم، بغيت نخليكم غير في يعني النهار ديال الوجبات. حاولنا نوصل شحال من ميساج في هذا الفيديو، هذا اصلا الفيديو كان عباره على موتيفاسيون اكثر من نصائح. ديجا انا كل فلوكم قنوي بزاف، قلتوا لي يجيني داكشي ممل، بغيت ندير لكم شويه نصائح. المهم انا في غسلي ان شاء الله الفيديو، ونتمنى من الدراري اللي باقي ما تابوناش يتابونا، ما تنساوش يلا لايك تبارطاجي مع شيرك. وش نقول لكم الدري اللي حطيت السكرين ديالو في الاخر، حاولوا تدعموا مع كاع الدراري، يعني كاع الدراري اللي كنحط لكم اللي نديرو من شي حاجه، تا هو دعموا. غنحط لكم سكرين في الاخر وفي الاول، دعموا كاع الدراري. بيس.